لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. لذلك أنا أقول لكم بأنه الرئيس الآن بقت 3 أيام أو 4 أيام على نهاية السنة. كانت كل الحكايات تقول غدوة بعد غدوة، غدوة على الرابعة الطيارة راهي جات، غدوة راهي جات، والرئيس لم يعد. أنا نعرفهم يا جماعة، ناس مرضوا بكورونا نهار 13، دخلوا في مرحلة خطيرة وهم اليوم هدروا معاه ووقف. ما هو المرض الذي أصيب به الرئيس إذا كان كورونا؟ ما تديرش هكذا بكل يا جماعة. ماذا خلفت كورونا؟ هل هلكات وخلاص؟ هل دار عملية بسببها؟ هل ماذا حدث به؟ أنا أقولها لك، مشني أشكك في إصابته بكورونا، هو أصيب بكورونا، ولكن ماذا يحدث؟ إذن الوضع ما هوش طبيعي، يجب أن يظهر الرئيس وما يظهرش بالطريقة. بعض يقول لي أنت كل مرة اللي فاتت يظهر الرئيس انتقدتها، أنا انتقدتها بالطريقة هذيك. رئيس جمهورية يغيب تلك المدة وبعد يظهر في مقاطع فيديو يحطها في تويتر وهو يقول خطاب للأمة، راهي بهدلة. شوفوا ماكرون كيفاش ظهر، وشوفوا قبل الرئيس الأمريكي كيفاش ظهر، ورئيس الوزراء البريطاني كيفاش يظهروا. ظهور عبر تويتر عنده خاصية وعنده صورة وشكل معين، ولكن أنه يجي يقعد بتلك الطريقة ويحكي خطاب موجه للأمة وينشروه على 3 مقاطع في تويتر وفي الفيسبوك وبعد ذلك يروجوه، لا، ما هذيك مسخرة. لأنه هذيك أسبابها، خرج من أجل هناك من اتصل به من الجزائر قال له يجب أن تظهر في أقرب وقت، هناك طيار قوي في النظام يريد عزل تبون. وعزل تبون علاش؟ لانه هو ما يشكلش عليهم خطر، ان نقولها لكم، لا عنده برنامج سياسي كبير ولا اصلا يشكل عليهم خطر ولا اصلا يعاديهم، لانه جاء نتيجه مشروع داروا القايد صالح. وهؤلاء الناس حقدين على القايد صالح، حقدين حقد كبير على القايد صالح، كن بايديهم يخرجوه من القبر ويشنقوه، انا نقولها لكم. ولذلك كل من لديه علاقه بالقايد صالح ولا حتى يذكره بخير تعرض للتهديد. وما نحبش نهضر على نفسي مع هذا الكلام اللي قلته واش كلفنا، ما نتكلم على نفسي، هذا لا يهم. لذلك أنا أقول لكم الرئيس لهذه اللحظة عدم ظهور، وكل يوم يخرج لنا الرئيس مع محمود عباس أبو مازن اتصل به أخيه أخيه وأمرج نحو كلمة شقيقه، وراه بعث له المجرم هذا كان تاع سوريا بشار الأسد، أخوكم بشار الأسد ورئيس، وتبهدايل اللي يديروا فيها. شيش نهار الرئيس هذا اللي مرض بكورونا قعدنا فيها، راح قعدنا عام هو مريض بكورونا في الخارج، يبعثوا له برقيات الحمد لله على السلامه، وبعد ما خرجوا له برقيات يبعثوا له يتصلوا به في التليفونات وتناول معه خريطه الطريق ومش عارف والمستقبل مثل ما دار ماكرون لما اتصل به، ولهذه اللحظه ما كانش مسؤول جزائري يتصل به. لهذه اللحظة ما قرينا حتى بيان من الحكومة ولا من وش يسموها، قالوا بالله راهم اتصلوا بالرئيس. ما تجوش تمهبلوا لي وتقولوا بأنه هذا أمن قومي ما يتصلوش به، هذا كلام فارغ. الدولة لازم تكون شفافة، الدولة لازم تكون شفافة وتكون شفافية في هذه الأمور. رئيس الحكومة يتصل برئيس الجمهورية يدير بيان أنه اليوم تواصل رئيس الجمهورية، لأنه هذا يدخل في إطار عمل الدولة. هذا كلام فارغ وكلام غوغائي. وشوف والله الدولة تسير على طريقة الذباب الإلكتروني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.